في عام 1927 تأسست شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى لتكون نواة تنطلق عليها صناعة النسيج المصري، وعلى مر عقود تضاعفت المصانع وحققت أرقاما قياسية في الإنتاج على يد آلاف العمال الذين أتقنوا الصناعة واحترفوها وقدموا منتجا أبهر العالم. وبمرور الوقت طورت المصانع آلاف المغازل والأنوال وصدرت منتجاتها للخارج، حتى تجاوزت أرباح صناعة الغزل والنسيج في مصر حاجز 100 مليون جنيه في عام 2005. ولكن سرعان ما تبدل الحال، وبدأت الشركة في تحقيق خسائر لأسباب أثارت كثير من الجدل وسط اتهامات للحكومة بالفساد في ملف صناعة النسيج وادعاءات من قبل القائمين على الصناعة بأنها لم تعد ذات جدوى اقتصادية. فطرحت الحكومة فكرة الخصخصة وقابلها العمال بالرفض القاطع والمظاهرات والملاحقات القضائية. وفي خطوة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج في مصر، قررت الحكومة تكليف مكتب أجنبي بإعداد دراسة متكاملة للارتقاء بالشركات وفق حالة السوق وحالة الآلات فيها. إلا أن أزمات صناعة النسيج تضاعفت خلال الأيام الماضية، وخصوصا بسبب نقص السيولة في العملة الأجنبية مما أدى لزيادة تكلفة الإنتاج، كما أن الصناعة مهددة بهروب الأيدي الماهرة بسبب ضعف الأجور وعدم الانتظام في صرفها، وسط آمال بتدخل حاسم من الحكومة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج في مصر. زي ما شفنا في التقرير أن صناعة الغزل والنسيج مهددة بالتوقف في مصر، مهددة بالتوقف في المحلة الكبرى. وخليني يمكن أبدأ مع المهندس إبراهيم الشبكي، عايز أعرف من سيادتك، تعرف المشاهدين إيه المشكلة بوضوح ومين المسؤول عنها؟ أولا بالنسبة للمشكلة اللي اتوجدت حاليا مع الشركة القابضة للغزل والنسيج بصفتها المورد الرئيسي والأساسي لكل مصانع المحلة وجمهورية مصر العربية في الأصناف اللي احنا بنشتغل فيها، المشكلة مش وليدة اليوم، المشكلة ان هو بيرفع الأسعار رفع مغالي فيه، وده اللي بيسبب الخسائر لينا. احنا عندنا الفواتير بعد كده الباشمهندس حسن بلحة هيقدمها، في خلال الست شهور الأخيرة في بعض الأصناف زاد السعر بتاعها في حدود 90%، وأصناف أخرى أقل صنف زاد فيه السعر في حدود 68%. المشكلة بالنسبة للغزول إن الشركة القابضة هي المتحكمة أو هي المورد الرئيسي لكل مصانع جمهورية مصر العربية، لأن عندها 1,532,000 مردن بيطلعهم غزول. الكم اللي بيطلع من المرادن ديت، يعني شركة غزل المحلة مثلا 632,000 مردن، الطاقة القصوى بتاعهم بتعمل 100 طن شهري. ال100 طن شهري دولت للأسف الشديد شركة غزل المحلة بتشتغل بطاقة من 25% إلى 30%، يعني ما بتزيدش عن 30 طن شهري، والكلام ده طبعا ضعف الإنتاج، أو بمعنى الأصح في عملية الحسابات إن أنا أقدر أطلع قيمة الشيء لازم يكون في عندي انتاج كامل وانتاجيه المكن. للاسف الشديد ان الانتاجيه بتشتغل 30% من 25 إلى 30، علشان اكون كلامي بكل شفافيه ودقه، انا ما بدعيش عليهم الكلام ده، انا بتكلم بارقام وباوراق من وزاره الصناعه. علشان كده احنا اما بيجي يحسب حساب التكلفه بتاعه بيطلعه بسعر عالي، زائد ان سياده الدكتور الوزير الاخ الفاضل الدكتور اشرف الشرقاوي، انا بس كان في تصحيح بس لمعلومه حضرتك اللي انت قدمتها في البرنامج، ان هو جانا علشان يحل المشكله. اولا هو ما كانش جاينا،
هو كان جاي لشركة غزل المحلة ومعاه مجموعة من المستثمرين، واحنا اللي نتيجة الأزمة اللي احنا فيها، لأن الأزمة ديت ابتدت معاه مستثمرين جايين يعملوا ايه؟ والله هو يسأل في هذا، أنا راجل في ربط. لا المعلومات اللي عند سيادتك ايه؟ لا المعلومات عند الناس كلها. اللي هي ايه؟ يعني هو يقال انا ما اعرفش، ما عنديش شيء في ايدي، لان انا ما بتكلمش الا بورق. انا مشكلتي ان انا راجل سويسري عندي الشفافيه والحقيقه. انا ما فيش في ايديا شيء. فهو يسال هو كان جايب المستثمرين ليه؟ اللي تردد يعني على الاقل، اللي بيتردد حسب ما سمعت من بعض العاملين وناس هناك، ان يبدو ان في خصخصه جديده بمفهوم اخر. يعني الموضوع زي ايام عاطف عبيده ما حصلت الخصخصه، ممكن يكون الدكتور اشرف جاي يعمل شيء من منظور اخر، بس خصخصه بنوع مختلف شويه. يعني كراجل مراقبه ماليه في البورصه الكلام ده، ممكن هو عنده رؤيه، برضه نسمع رؤيته ونحترم الرؤيه ديت، لان انا دايما بحترم الراي الاخر حتى لو كان ضدي. فهو يسال في ذلك. هو كان معاه مجموعه. هل انتوا فعلا حاولتوا تقابلوه هو ومنعته من ذلك؟ احنا قعدنا من الصبح لغايه الساعه 6 اخر نهار على ما قابلناه. كل ساعه نجري وراه، وسيبنا بيوتنا، ويعني مش قادر اقول للمعاليك ايه اللي حصل بالظبط، ولدرجه النواب بتاع مجلس الشعب واولهم طبعا دي محمد خليفه حق تعقيب، طبعا طبعا من حقه يعاقب. اولا الدكتور محمد خليفه ده عضو مجلس الشعب عندنا في المحله، قام بمساعي حثيثه وكثيره جدا في مجلس النواب ومع السيد رئيس الوزراء، وبعت مذكرات، وانا بشكره على المجهود الجميل اللي عمله في الحقيقه. وطبعا اولا في ميزان حسناته، ثانيا بيضاف الى حزب الوفد كراجل وفد. برضو بنشكر الدكتور محمود شحاته كعضو مجلس الشعب، ان هو كان جرى معنا في اول المشكله، ومجهود نثنى عليه فيه وربنا يكرمه. لكن بالنسبه للزياره، الزياره اصلا ما كانتش لاصحاب المصانع، والمشكله اللي موجوده من يوم 28/7، ان كان في حصل مع الدكتور احمد مصطفى، علشان نعود للمشكله، حصل ان اصل دي كانت الزياره الاولى من نوعها للمحله، والبعض ربط بين ده وبين الحل يمكن. لا في الحقيقه هي الجهات السياديه نتيجه الازمه اللي احنا فيها، انا كنت موجود في جهه سياديه وطلبوا مني، كنا يوم الخميس، قالوا لي يوم السبت جاي وزير قطاع الاعمال، فيا باشمهندس ابراهيم ممكن ان انتم تطلبوا مقابلته. قلت لهم هنخليها عن طريق جهه سياديه ولا جهه امنيه؟ لا جهه امنيه. جهه امنيه لان طبعا كان عندنا اجتماع جمعيه عموميه، والجمعيه العموميه ادت فرصه لمده 8 ايام نشوف حل فيه، لان احنا هنقف. هل صحيح يوميها ان النواب كمان منعوا من المقابله وراحوا عندهم شقه في البرلمان؟ ويا ريت منعهم، ده احد النواب الافاضل، لا داعي ان انا يعني انضرب بمعنى اصح من احد افراد الامن. فطبعا هو قدم شكوى. يعني النائب مش عارف يقابل الوزير؟ هو كان دواعي امنيه، ما احنا ما نعرفش احنا الدواعي الامنيه. رجل الامن دائما بينفذ تعليمات. فعضو مجلس الشعب عن حزب الوفد منع واتزق، وكان في مهزلة في الحقيقة انا غير راضي عنها. وهو طبعا كعضو برلمان قدر ان هو ياخد حقه في البرلمان، ونزل له اعتذار رسمي في الجرايد من قبل ادارة غزل المحلة والشركة القرن. نعود لموضوعنا، احنا ما دعيناش اصلا لمقابلة الوزير، ده احنا اللي فرضنا نفسنا. يعني الجهة الامنية اللي قالت لسيادتك ان الوزير جاي لكم يوم السبت؟ لا يوم السبت جاي الشركة، جاي شركة غزل المحلة وحاولوا تقابلوه. فأنا بمبادرة شخصية مني ومع الإخوة الأفاضل أعضاء رابطة الصناعات النسجية وأعضاء ورئيس جمعية الغزل وأعضاء اتحاد الصناعات المصري، وكان معانا المهندس محمود الشامي، وحاولنا إن احنا نقابله، وقعدنا نستنى لغاية ما جه، وبعد كده قالوا لا ده هيروح المسرح. رحنا المسرح، لقينا المسرح طبعا حاطين فيه 1000 عامل، لانه مسرح كبير، مسرح غزل المحله مسرح كبير، 1000 عامل علشان ان هو بيطمنهم هيدي لهم شيء او هيعمل شيء. وخلص من المسرح مشى، ما عرفناش نقابله واحنا في الاستراحه اللي جنب المسرح. طلعنا جري وراه، اخيرا النواب انضربهم ومنعهم، وبعد كده رجع تاني على الاستراحه اما عرف ان اللي حصل للنواب، وطلبنا مقابلته وقابلناه. وكنا وفد وكان. طب قابلتوه، هل وصلتوا الحل معه؟ لا لا لا، هو لعب، هو فعلا رمى الكوره في ملعب الدكتور احمد مصطفى. طيب
مهندس حسن بلحة، أنتم كجمعية غزل ونسيج، إيه نوع الضرر الواقع عليكم من هذا القرار؟ طبعا إحنا كجمعية بصوا بس الفواتير برضو مع حضرتك. إحنا برضو عاوز أدي فكرة حضرتك إن صناعة الغزل والنسيج من عدة سنوات بتمر بظروف غاية في الصعوبة. الظروف دي نتيجة للسياسات والقرارات الخاطئة اللي بتتاخد، زي ما احنا النهاردة في قرارات اتخذت، والقرارات ديت النهاردة بتهدد صناعة الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى بالتوقف. النهاردة الزيادات المستمرة والحادة في أسعار الغزول دي أثرت بالسلب على قطاع الغزل والنسيج وصناعة النسيج بصفة عامة، بل أثرت على المصانع المرتبطة باتفاقيات تصديرية بصفة خاصة، لأن المصانع دي النهاردة مش قادرة تاخد الغزل بالجودة اللي عاوزاها رغم ارتفاع سعر الغزل. يبقى الغزل سعر مرتفع وجودة منعدمة، الراجل اللي بيصدر مش قادر يحصل على منتج جيد يقدر يصدر بيه. هقول لحضرتك ان الزيادات اللي حصلت في زيادة اسعار الغزول من شهر 2 لغاية الان، هديك في نمرة واحدة من نمر الغزل. الغزل ده هو المادة الخام اللي احنا بنستخدمها عشان نصنع منها الفوط الوبرية. طب عفوا المقاطعة، معنا على تليفون الاستاذ الدكتور اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال العام. دكتور اشرف مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا دكتور عمر، اهلا وسهلا. يعني يمكن كويس بالمصادفه سمعت جزء من الحديث. ايوه، واولا برحب بحضرتك وبضيوفك. هو حقيقه انا كنت رايح شركه المحله الكبرى، وهي احدى شركات قطاع الاعمال العام اللي هي انا مسؤول عنها، وانا كان برنامج الزياره معلن من قبلها بثلاث ايام. انا رايح ازور عمال المحله الكبرى، هم عمال مصر الشرفاء، هم العمال اللي شايلين هذه الصناعه، رايح التقي بيهم في المسرح الف عامل زي ما قالوا، ورايح الف في المصانع وادي دفعه للعمال. ده كان هدف الزياره. على هامش هذه الزياره علمت بمجموعه من الزملاء اللي قاعدين، والمحافظ قال لي انهم عايزين يقابلوني، وطبعا انا مش مسؤول عن ملف الصناعه بصفه عامه، المسؤول عن قطاع العمل العام، ولكن قعدت وشرحت فيهم وقلت لهم اسباب ارتفاع الاسعار، وهي ارتفاع اسعار على شركات القطاع العمل العام والخاص، زي تغير سعر العمله، وزي ارتفاع اسعار الطاقه، وزي ارتفاع اسعار القطن في البورصه العالميه من 63 سنت ل 84 سنت. ولكن انا برنامج عفوا يا فندم، هل ده مبرر منطقي لرفع الاسعار على الناس دي؟ لا انا مش بعلق على دي، لان هو الاسعار ارتفعت علينا احنا تكلفه الانتاج. انا مش بعلق على دي، رئيس الشركه يقدر يعلق تكلفه انتاجه. انا بس زعلان قوي ان انا رايح اقابل العمال فيتحول الموضوع لحاجه تاني. انا رايح اقابل العمال قطاع الاعمال العام، اشرف على المصانع اللي انا مسؤول عنها، و والتقييد بالمستثمرين، ما كنتش بهرب منهم، بس انا هدف الزياره المعلن وله جدول معلن هو لقاء العمال زي ما قال الاخ الزميل، الف عامل كانوا موجودين، اللفه في المصنع والتعرف على مشاكل العمال. على هامش ذلك قعدت وقابلت المستثمرين. كنت اتوقع يعني ان الاقي ان الاخوه اللي مع حضرتك، انا سمعت جزء من الحديث ان يقولوا يعني هو جه علشان يقابل العمال وقابلنا، ودي حاجه كويسه، انما انا فوجئت ان بيقول بتهرب منهم، والحقيقه ما كانش بجدول الاعمال خالص اللقاء. لا هو يا فندم، هو في معلومه، هل صحيح انه تم التعرض لاحد النواب، تم الاعتداء على احد نواب مجلس النواب؟ لا النور. انا جيت ولفيت في المصانع، عرفت بعد كده من الاخ النائب ان امن المصنع ما كانش عايز يدخله، والشركه بتالي بتحقق في الموضوع ده، بس ده لا الامن الخاص بتاعي ولا انا الطرف في الموضوع ده. طيب دكتور، هل فعلا كان مع سيادتك في هذه الجوله بعض المستثمرين كان الهدف؟ انا كنت لوحدي ولابس كاجوال حتى، ومعايا يعني التأمين. تردد ان في بعض المستثمرين كانوا مع حضرتك، وان كان في توجه لبيع بعض الاراضي هناك ليهم او قصقصه بعض المصانع ليهم؟ حاجه كويسه. انا رايح اقابل العمال والف في المصنع، وانا كنت بمفردي، ولو معايا ناس يبقوا ضيوفي انا وسام، بس ما كانش معايا حد الحقيقه. انا كنت بمفردي خالص،
وماشي بلبس كاجوال في المصنع بلتقي باهلي اللي هم عمال مصنع المحله الكبرى، ووقفت معاهم في المدرج. والحقيقه حصل موقف كان جميل. هو طبيعي يا فندم تقابل عمال تقابل مستثمرين، احنا مش بنفرط في الرسومات عادي خالص مش عيب. بس ننكره ليه اذا كنت رايح لوحدي؟ طيب سياده الوزير انا عايز اوصل مع حضرتك الى حل لهذه المشكله، هل في تصور عند حضرتك لحل هذه المشكله الان؟ الحقيقه رئيس الشركه القابضه ممكن يخش معاكم يقول لكم، انما انا شرحت المعادله السعريه وقلت ان انا عايز نسمع من حضرتك سياده الوزير برضه. انا اقول لحضرتك فضل. بص احنا بنشتري القطن زينا زي اي شركه. فبيشتروا القطن بالسعر اللي موجود بيه القطن، ما لهمش اي تمييز يعني. دي واحد. نمرة اتنين، اذا كان سعر الدولار في شهر مارس حصل تخفيض للعملة بحوالي 14%، وبالتالي اي غزول مستوردة اي اقطاب مستوردة ارتفع سعرها 14%. سعر القطن زي ما قلت لحضرتك زاد حوالي 30% من 60 سنت حاجة 60 سنت لحاجة 80 سنت. متغيرات كتيرة بتأثر على التكلفة. بس انا نفسي حضرتك تشوف ان العمال يعني اللي كان موقف جميل قوي ان السلام الجمهوري ما اشتغلش السماعات، فالناس ما سكتوش، غنينا السلام الجمهوري كلنا بتاع مصر بصوت عالي وجميل بحاجه لسه عماله يعني تخبط في وداني. ده كان جميل قوي. لكن في حد معايا وانا كنت لوحدي يعني احنا بس بنحاول نوصل. اللي صعبان عليا عارف حضرتك؟ ايوه. انا قعدت اليوم كله في جدول اعمال والتقيت بالساده ضيوف وقعدنا مده بعدها، قلت لهم انا ما وريش حاجه خالص، افضل قاعد معاكم. أيوه. وملف صناعه الغاز ملف متشارك قوي، في زراعه اللي هو وبذره القطن ونوعيه القطن، في استيراد غزول واسعار الجمارك على الغزول واسعار الغزول العالميه، في عمليه الانتاج، في بعد ما يا فندم برضه وجود سيادتك هناك كان الملاذ الاخير ليهم، عايزين يلجأوا ليك يا سياده الوزير. انا الحقيقه الحاجه اللي عملتها النهارده ان انا قلت علشان نكسر الحلقه الاخيره في اللي هي رفع الاسعار الغير مبرره اللي خارجه عن نطاق الشركه، ان احنا نقول للشركات اي مصنع صغير عايز نص طن عايز طن يبيعوا له على طول، ما يبيعوش لتاجر ياخد بكميه كبيره وهو يبيع بعد كده بمكسب فرق في الاسعار، فنكتب حلقه في حلقات التسويق تخفض في تكلفه الطن. واعتقد لو كلمت المسؤولين اللي هم التنفيذيين رئيس الشركه القابضه او رئيس شركه المحله يشرح حضراتكم المعادله السعريه اللي ماشيين بيها، ودي بتغطي تكلفه الخام. يعني يا فندم مفيش رجوع عن التسعير الحالي؟ ما هي الخامه لو نزلت هننزل بيها، دي ماركت يا فندم. سعر ممكن يطلع وسعر ممكن ينزل حسب سعر الخامه. طب معالي الوزير، هو المهندس حسن بلحه رئيس مجلس اداره جمعيه الغاز السعودي بس ليه سؤال لسيادتك اتفضل. ثواني حضرتك، في خلال الست شهور اللي فاتت سعر القطن عالميا ارتفع من 63 سنت ل 4. فيعني لو تاني في الفترة اللي جاية، طب ما هو هينعكس على تكلفة الإنتاج. ولكن زي ما بقول لحضرتك أنا مهتم بالملف، ملف ده ملف واسع ومتشابك، ولكن كان الزيارة ليها جدول ومعلن، ولكن أنا قلت بعد ما أخلص هقعد زي ما هم عايزين. هو بصراحة يا فندم احنا عندنا مشاكل في الاستثمار الأجنبي، فمش عايزين كمان الاستثمار المصري يهرب أو يقف. لا لا ما نقدرش، احنا لازم نحافظ على الاقتصاد القومي، لازم نشغل المصانع بتاعتنا، لازم كله يبقى شغال بما يغطي تكلفته. طب هو في سؤال بس من المهندس حسن، اتفضل. خسائر. اتفضل. أنا ليا سؤالين يا معالي الوزير. حضرتك بتقول إن أسعار القطن في زيادة مستمرة. أو أسعار أنا بقول بقى إيه؟ ده يسأل فيه رئيس الشركة التفاصيل. لا هو حضرتك في مخازن الشركة القابضة القطن المصري، والقطن المصري طبعًا ده مش مستورد، وده كان بحوالي 900 جنيه، وكان مخزون في مخازن الشركة القابضة للقطن. فإيه السبب في زيادة الأسعار؟ رغم إن القطن ده مصري وما استوردناهوش. ما ينطبقش عليه ارتفاع الأسعار. ما ينطبقش عليه ارتفاع. تاني حاجة يا فندم، انت عندك شركات ثانيه للرد ده بس هم مش الموضوع الثاني يا فندم. طب ناخد رد على اتفضل يا سياده الوزير.
هو مش بيبيعه بسعر واحد يا فندم وحضرتك اعلم مني. هو في القطن اليوناني الغزول بتاعته له سعر، القطن المخلوط له سعر، القطن المصري له سعر، فاعتقد ان عندهم عده اسعار مش سعر واحد. اتفضل يا فندم. انا بتكلم يا سياده الوزير على القطن المصري اللي هو ده كان موجود وموجود في مخازن الشركه القابضه وده ما تمش استيراده. ليه سيادتك الشركات رفعت سعره رغم انه كان مورد للشركه القابضه ب 900 جنيه؟ ممكن اخلي الرئيس يقول لحضرتك الاسعار كام بالظبط، مش حافظ الاسعار، بس اعتقد ان هناك اسعار متعدده وليس سعر واحد لجميع الغزول. وكذا حضرتك اسعار مختلفه مش سعر واحد، مصري غير يوناني غير السوداني غير الخلطه. في موضوع تاني يا سياده الوزير، ان عند حضرتك في شركات من شركات قطاع الاعمال كانت مقفوله على تجار الغزل، يعني احنا كجمعيه كنا نخش عاوزين نشتري كان بيترفع السعر علينا عشان يفضل التجار هي المهيمنه والمسيطره على شركات الغزل وهي المتحكمه. كانت بتخش الشركه تدفع 2 3 مليون جنيه وتستولى على انتاج الشركه، ولا مصانع بتقدر تاخد الانتاج ولا الجمعيه اللي هي بتورد للمصانع بتقدر تاخد الانتاج. عايزين تفسير من سيادتك لهذا الموضوع. خلاص ده انتهى، ده انتهى. انت بتقول كانت خلاص، ما بقول لحضرتك ده التوجيهات، ان لو مصنع صغير عايز ان شاء الله نص طن بيتصرف له، له اولويه عن التجار الكبار، ولكن المصنع لازم ما يجيش كل يوم بقى ياخد نص 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 نص، ما يتحولش الى تاجر تجزئه يعني على حسب انتاجيته. اعتقد ان رئيس الشركه القابضه طلع القرار ده النهارده لجميع المصانع انها تلبي احتياجات صغار المصانع مش التجار الكبار علشان نكسر الحلقه الاخرانيه، وانا ده توجه يعني كويس. احنا هنحاول نجيب السيد رئيس الشركه القابضه بس يا ريت حضرتك. شكرا معايا الوزير دكتور اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال العام. والمره الجايه لو رحتوا معايا مستثمرين ادعوا حضراتكم وتقابلوهم، لان مفيش حاجه بتبقى مستخبيه خالص. بس انا المره دي كنت لوحدي، اعتقد اني كنت قاعد معاكم لوحدي في الاوضه حوالي 40 واحد حضراتكم وانا كنت قاعد لوحدي. شكرا لحضراتكم. شكرا سياده الوزير، شكرا. شوف التقارير، رحنا المحله وشفنا الاوضاع هناك. نور في أفنيل يا حلاوة عليك يا جميل، اجمع يا بنات النيل يا رضا ملوش مثيل أفن مثل. قديما غنى المصريون من أجل منتج القطن المصري، فلا يوجد محصول زراعي احتل هذه المكانة في حياة المصريين، فالقطن كان الملاذ الآمن لكل أسرة في ريف مصر، وكان موسم حصاده عرسا سنويا. يا قطن سبحان مصور يا بيض وناعم ومنور، زرعة ايدينا يا قطن مصر يا نور عينينا يا قطن مصر. وعلى مر العصور كانت مصر رائدة صناعة الغزل والنسيج بالعالم، ولكن في الفترة الأخيرة بدأت هذه الصناعة في التدهور بعدما أحرزت لمصر مكانة عالمية، وفي مدينة المحلة بمحافظة الغربية والتي تضم ما يزيد عن 471 مصنعا للغزل والنسيج، التقينا بعض أصحاب هذه المصانع ليطلعون على أسباب ما تعانيه صناعة الغزل والنسيج من ركود. والله احنا بنمر بحالة ركود أو منعطف خطير في صناعة النسيج. أنا بشتغل صاحب مصنع نسيج من حوالي 35-40 سنة، عمري ما شفت زيه، أو عمرنا ما مرينا بالظروف دي. مصانع المحلة كلها تقفل بلا استثناء، هتشتغل إزاي؟ إحنا مش قادرين نتحمل الخسائر، المستورد اللي داخل البلد كله تهريب ما تحملش بأي أعباء سواء جمارك أو ضرائب مبيعات، وفين السوق أو المستهلك اللي هيتحمل هذا الكلام؟ إذا كنا إحنا مش عارفين نبيع منتجنا بأسعارنا القديمة نتيجة المنافسة من المستورد. زاد على كده الزيادة اللي عملتها الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج في الآخر في أسعار الغزول واللي بتتراوح ما بين 65-90%، أعتقد إن سعر الدولار ما يسببش زيادة 90%، حتى فرق سعر الدولار ما يسببش الزيادة دي، ودي زيادة إحنا غير قادرين على تحملها. الدولار زاد عليها كام في المية؟ زاد 10%؟ 15%؟ طب ما زودتش علينا 10-15% دي، لدرجة إن إحنا نكاد نكون هنقفل مصانعنا لما نخلص شوية الغزول اللي عندنا اللي هم بالأسعار القديمة. وأثناء جولتنا بمصانع الغزل والنسيج بالمحلة طالعتنا هذه الصورة، ميكانات متوقفة تماما عن العمل، فالمصانع لا تعمل بكامل طاقتها
وشبه خالية من العمال. يعني انتوا جيتوا على الطبيعة ولا في عمالة ولا في غزل ولا في حاجة خالص؟ يعني نقدر نقول ان في حالة ركود عامة. ده 100%. السبب ارتفاع الاسعار وارتفاع اسعار الغزل. انا شايفة ان المكان حوالينا فاضي مفيش عمال. عنده غزل والعامل شغال مفيش عارفين نجيب يوم ما بطل. العامل عايز ينتج عشان يكسب. ما بينتجش يبقى هيجي ليه؟ وبعدين احنا علينا ديون فبنضطر نبيع باي سعر عشان ندفع اللي علينا. في غاز وفي كهرباء وفي عماله وفي مصاريف على المكن. انا بقالي بتاع 35 سنه الصاله دي كانت الاول مليانه مكن. كل ده اتباع زي ما انتم شايفين. مكن واحد الاول كان المكن شغال وما كناش ملحقين على شغلنا. وبالرجوع الزمني لما يقرب من 180 عاما للوراء نجد ان انتاج مصر من القطن وصل عام 1820 الى 45 طنا، وفي عام 1828 ارتفع الانتاج ليصل ل 9150 طنا، وفتح 33 مصنع غزل ونسيج. وظلت انتاجيه القطن ترتفع، وكان يتم التصدير إلى بريطانيا ودول أوروبا. وفي 2013 انخفضت الإنتاجية لتصل ل9000 طن فقط، وهو ما كان عليه الإنتاج عام 1828. وكأننا عدنا 100 عام للوراء. وبالطبع انعكست هذه الأرقام على واقع العامل البسيط بمصانع الغزل والنسيج، والذي لجأ لترك مهنته علّه يجد قوته وقوت أبنائه في مهنة أخرى. أنت لوحدك هنا في المصنع ده كله؟ في المصنع أنا لوحدي. عمال فين؟ مفيش عمال. العمال ثابت صناعة الغزل؟ ثابت يعني عشان المهنة ما عادش بتجيبها المهنة. أول مرة أشتري كيلو لحمة كيلو ربع 100 جنيه الأسبوع اللي عدى. يعني بقول لهم قطعوها حتت حتت كده تقضينا الاسبوع. المصنع ده زمان كان شغال ازاي ودلوقتي ازاي؟ كانت الحاجه رخيصه. بقول لك ما كنتش بعرف يعني كان كل عامل واقف على 4 مكانات بسرعه اتخنقت. انا بقول لك بشتغل 24 يعني ساعات بقعد ما بروحش بيتنا بقعد 72 ساعه شغل. وعلى ايه؟ وانا باجي اخر الاسبوع وبستلم. ماذا سيبقى للمواطن المصري بعد ذلك حيث لا دخل يكفيه ولا قطن ولا غزل ولا نسيج ولا إنتاج ولا عمل ولا تصدير؟ فأزمة الغزل والنسيج تشيح بوجه شاحب ينبئ بالقضاء على أسطورة مصرية قديمة اسمها الذهب الأبيض، فقد يذهب فعلا ولن يعود. ياسمين الضوي بوضوح مع الدكتور عمرو الليثي، قناة الحياة. شكرا للزميلة الإعلامية ياسمين الضوي على هذا التقرير المتميز اللي بيقول حاجة واحدة، بيقول ان في كارثة بتحصل، بيقول ان صناعة الغزل والنسيج بتموت، بيقول ان المصانع متوقفة زي ما حضراتكم شايفين، بيقول ان احنا الذهب الأبيض اللي كان ثروتنا القومية الكبيرة في الغزل والنسيج في محلة كبرى بتنتهي، الصناعة بتموت. فهل من منقذ لهذه الصناعة؟ اتفضل حضرتك كمل. يعني واضح ده الوضع عندكم في المحله سيء جدا، المصانع كلها توقفت ولا ايه؟ طبعا. وحضرتك انت جايب التقرير عن منطقه صناعيه عندنا في المحله اسمها منطقه الشيخ الصناعيه. المنطقه دي فيها اكثر من 100 مصنع. حضرتك الكاميرات بتاعك دخلت 10 12 مصنع شغالين وبقيه المنطقه بالكامل فوق وتحت واقفه بالكامل. ودخلت مصنع اللي دخلته ده من اكبر المصانع في المحله برضه المصنع متوقف نتيجة لارتفاع أسعار الغزول ونتيجة للأعباء اللي فوق المتراكمة على أصحاب المصانع من ضرائب وزيادة الكهرباء وزيادة في سعر الغاز. ولكن الظاهرة الغريبة والظاهرة اللي النهاردة بيعاني منها أصحاب المصانع هي الزيادة الحادة والمرتفعة في أسعار الغزول. هدي لسيادتك مثل على سعر الغزول المختلفة من نمرة واحد. احنا كان عندنا غزل لنمرة 24 على اولا غزل معناه ايه؟ هو المادة الخام اللي بنصنع منها الفوط البشاكير اطقم السراير الكوفرتات، يعني عشان اوضح للسادة المشاهدين. كان عندنا غزل 24 على واحد سوداني ده حضرتك في شهر 2 كان سعر الطن 21250 جنيه. النهاردة بعد قرار الشركة القابضة 27/7 بقى سعر الطن الغزل السوداني
35,500 جنيه، يعني الزيادة في سعر الطن 14,250 جنيه، ده بتمثل نسبة حوالي 67% زيادة في السعر. نيجي صنف تاني ال 24:1 اليوناني اللي اتكلم عليه سيادة الوزير، ده حضرتك كنا بناخده من شركات الغزل في شهر 2 ب 22,250 جنيه، حضرتك النهاردة وصل سعره 41,255 جنيه، الزيادة ديت في الطن حوالي 19,000 جنيه، دي بتمثل 85% زيادة في سعر طن الغزل. طبعا حضرتك من الأرقام ديت بيتضح ان الزيادة مغالى فيها ومرتفعة جدا. حضرتك القطن المصري الجيزة 90 اللي هو مزروع في مصر مش مستوردينه، احنا كنا بنستلمه في شهر 2 برضه كان بالطن 23,500 جنيه، النهارده وصل ل 43,000 جنيه بعد الزياده اللي اقرتها الشركه القابضه في شهر 7، اي ان سعر الطن زاد حوالي 19,500 الطن الواحد، ده بيمثل حوالي 83% زياده في السعر. برضه نيجي لصنف تاني من الاقطان المصريه اللي هو الجيزه 86، كنا بنستلم الطن جيزه 86 ب 24,500 في شهر 2، كام بقى النهارده؟ بقى 46,600. ده ايه ده؟ 200% زاد 92%. الطن زاد 22,100 جنيه، 100% دي زياده حضرتك وصلت ل 90%. نيجي بقى للغزل اللي بيستخدم في الاقمشه الشعبيه بتاع الناس الغلابه زي ما احنا بنقول، كان سعر الطن حضرتك في شهر 3 اللي فات كان 17,510 سعر الطن، حضرتك النهارده وصل ل 31,000 جنيه، يعني زياده في سعر الطن 13,490 جنيه، دي بتمثل حوالي 77%. النهارده حضرتك الزيادات ديت بيجي المسؤول ياخدها وهو غير مدرك لخطوره الوضع. زياده الاسعار دي دي امن قومي للبلد. دي حضرتك بيخش او بيتضرر منها او بتقع مسؤوليتها على اثنين. النهارده المواطن ما بيقولش ان اللي زود السعر رئيس الشركه القابضه او وزير قطاع الاعمال، ولكن المواطن بيقول ان النهارده الاسعار في عهد الرئيس السيسي زادت وكل يوم بتزيد، نتيجه زي ما قلت للقرارات والسياسات الخاطئه اللي بيتخذها المسؤولين دون تأني او دون دراسه. اللي بيقع عليه الضرر بقى في الاخر هو المواطن البسيط، هو اللي هيتحمل هذه الزياده. هل النهارده المواطن هيقدر يتحمل زياده في سعر القطن؟ لا بالتاكيد 90% و 85%؟ لا طبعا، وعمال يتحمل بقى زيادات اخرى كثيره في اسعار السعر المواد الغذائيه والكهرباء اللي لسه مرفوعه، يعني الحقيقه المواطن عمال يتحمل فوق طاقته بكثير جدا. كده. طيب خلينا نروح للمهندس محمود الفوطي، يعني قيمه الزيادات اللي اقرتها الشركه القابضه للغزل والنسيج على اسعار الغزول، هل 30% ولا 78% زي ما بدات؟ والله عمرو بيه الواحد حزين من الكلام اللي بيسمعه من سياده الوزير. يعني الموضوع اكبر مما سياده الوزير متخيله. يعني احنا طبعا شاكرين له ان هو قابلنا بدون ميعاد سابق واتكلم معانا، لكن احنا ما خدناش منه حاجه خالص، يعني زي ما خدناش منه حاجه دلوقتي. يعني احنا فهمنا ايه؟ يعني في مشكله كبيره جدا. وقال انه خدوا قرار بان البيع يكون مباشره للمصنع وان لا يتم البيع للتاجر. يا عمرو بيه حضرتك دلوقتي في مشكله في الشركه القابضه اللي هو بيترأسها، عنده علم بيها من قبل ما يجي المحل، ولما جه المحل احنا قابلناه وقلنا له يا سياده الوزير احنا مش فاهمين حاجه، احنا عايزين نوصل لحاجه او نمسك حاجه. لحد النهارده كمان وهو بيرد بيقول الشركه القابضه والدكتور احمد. طب ما هو الدكتور احمد النهارده مسنود على حضرتك، حضرتك النهارده بتقول الدولار الدولار الدولار، هو الدولار النهارده عايزين نفهم الدولار ب 13 جنيه ولا الدولار ب 8 جنيه 88 قرش؟ هل العملة الرسمية للدولة النهاردة بقت الدولار ولا بقت الجنيه المصري؟ ازاي النهاردة سيادة الوزير يكلمني على ان سعر الدولار بيرتفع؟ يا سيادة الوزير الوضع خطير جدا، ما ينفعش النهاردة ان يكون في الشركة القابضة اللي حضرتك ماسكها عندها مشكلة مع اكبر عميل عندك اللي هو احنا. احنا اكبر عميل عندك، احنا اللي بناخد الغزل واحنا اللي بنشغل الشركه القابضه من الغزول اللي بتطلعها وبناخد 90% من انتاجها. عملنا زي ما قلت لحضرتك
احنا زباينك وزباين كبار، والعملاء ما بيتعملش فيها كده. العملاء بتتشاف عايزه ايه وبتحقق لها اللي هي عايزاه. مش ممكن يكون المعامله بالطريقه دي، ومش ممكن الناس هتستحمل زيادات بتوصل ل 90% في حين ان الغزول السنه دي لسه ما دخلتش المحالج، والمحالج هي الوحيده اللي تشتري الغزول من الفلاح، والاسعار النهارده كلها داخله السنه اللي فاتت بسعر السنه اللي فاتت، والسعر بتاع السنه دي ال 1175 لسه ما الشركه اشترتش بيه حاجه. تاني حاجه الحساب بيتحسب على 1500 جنيه. الله، هو احنا النهارده بنحاسب التجار وبنقول عليهم مستغلين لما يشتروا من اي بضاعه بسعر قديم يجي يبيعوها بسعر جديد؟ تقوم الدوله متمثله في الشرق القابضه تاخد البضاعه بسعر قديم وتبيعه بالضعف؟ يعني هو الوزير عشان يبقى ناجح، انا عايز اعرف تفسير ده، هو الوزير عشان يبقى ناجح يقوم يضاعف الاسعار عشان الشركات تبقى كسبت؟ طب ما هي الدوله كلها تخرب. ده مش فكر. ازاي نوصل للمشكله وازاي نحلها؟ هو ده اللي نقدر نتكلم فيه، وازاي نوصل مع بعض ان الشركه تطلع واحنا نطلع معاها. مصلحتنا الكبيره كلها ان الشركه الشرق القابضه تكسب وتطلع، لان احنا كلنا وراها. طلعت الشرق القابضه وكبرت بغزولها اللي احنا كل استثماراتنا طالعه وراها، هنقدر نعيش ونشتغل ونصدر. الشرق القابضه وقعت، احنا كلنا هنروح وكل استثماراتنا هتروح، لان احنا مش معتمدين 100% على الغزل المستورد. بعد الفاصل هيكون معانا السيد رئيس الشرق القابضه، نطلع لفاصل ونرجع نواصل الحوار. على بعد حوالي 110 كيلومترات من محافظة القاهرة تقع مدينة المحلة الكبرى، عاصمة صناعة الغزل والنسيج في مصر. وعلى أرضها يقع أكبر مصنع للغزل والنسيج في الشرق الأوسط. هذه المدينة لا تضم مصانع كبرى فقط، ولكن من ماكينتين أو ثلاثة تقام مصانع صغرى، والتي من رزقها تحيا عائلات كثر. دي منطقة مصانع تسمى منطقة مصانع الحاج مصطفى الشيخ، دي منطقة معتمدة ومرخصة. المصانع اللي موجودة فيها مكنتين عمالة جت وفتحت واشتغلت، والنهاردة متوقفين. في زيادة أجور، زيادة أسعار غزول، زيادة أسعار كهرباء، زيادة أسعار مية، زيادة أسعار غاز. المنتج بتاعنا مش متحمل كل الأحداث اللي بتحصل دي، زائد التهريب اللي موجود احنا مش قادرين نقاوم. مصري بتشتغل ايه؟ مستورد صيني كله. التجار بتاع الصين، يعني التجار اللي هم مستوردين اللي يجيبوا من الصين، رفعوا الاسعار الطاقه اتنين. ما فيش حد عايز ياخد الكبرتايه منهم بكام؟ ب 30 جنيه. كل واقف، يعني كمان ساعه مش هتلاقي حد خالص، بقى هتبقى ضلمه كلها. خش اي مصنع واساليه، يقول لك كنت بتجيب الاول غزل بكام ودلوقتي بكام. المستوردين النهارده برضو مش نوم، تيجي تكلمي يقول لك عشان الضرر. تلك المصانع الصغرى يعاني عمالها أيضا من كساد صناعتهم وتجارتهم، ويحاولون مقاومته بالعمل قدر المستطاع. احنا هنشتغل، وال 500 ألف عامل بتوع المحلة مش هيشردوا، وبقول للوزير قطاع الأعمال الآخر احنا هنشتغل والعمال مش هتشرد، وهنلجأ لكبار رجال الدولة. احنا خلاص مرضينا بكل الظروف وعملنا كل اللي نقدر عليه، ما عادش عندنا حاجة نعملها، الطرق اتسدت في وشنا. شغال في ميكانيكي في المصنع ده بقالي 22 سنة. طبعا دلوقتي ما عدناش زي الأول خالص، بعد ما كنا بنشتغل 24 ساعة، ما بقاش محصلين أربع ساعات، طبعا ده بيأثر على الأسر بتاعتنا، وكلنا عمال وساكنين، وده طبعا بيأثر على الأسر بتاعتنا. الفقر والبطالة بات يحاصران مدينة من أكبر مدن مصر من حيث المساحة والسكان، وأغناها من حيث الأيدي العاملة. فبعد توقف عمل مصانع المحلة وتسريح عمالها، أصبح غنيها فقيرا وفقيرها معدوما. صناعة الغزل والنسيج في مصر تحتاج لمن يقيلها من عثرتها. ياسمين الضوي، بوضوح، مع الدكتور عمرو الليثي، قناة الحياة. يعني الحقيقة التقرير بيتكلم لوحده، جميع المصانع الصغيرة مقفولة، شفتوها حضراتكم دلوقتي على الشاشة. أنا أخاطب بقى
الأستاذ المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. السيد رئيس الوزراء أنت ساكت إزاي على هذا الوضع اللي موجود هناك في المحلة؟ السيد رئيس الوزراء صناعة الغزل والنسيج بتنتهي بتتدمر في المحلة. فين المجلس فين الحكومة اللي بيحصل؟ هنقعد نتفرج على المحلة وهي بتفقد أهم ركيزة عندها صناعية اللي هي الغزل والنسيج؟ الصورة مؤلمة جدا الحقيقة. أنا أتمنى أن السيد المهندس شريف إسماعيل يعني يتدخل شخصيا ويحل مشكلة المحلة. المحلة الآن المصانع غالبيتها مغلقة، لازم يكون في حل سريع. معنا على التليفون الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج. دكتور أحمد أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا دكتور عمرو. أهلا بيك دكتور. أهلا بيك. أنا الحقيقة يعني يمكن كان معنا السيد الوزير من شوية على الهواء، عايز أعرف من حضرتك يعني إجابة على السؤال اللي يمكن الوزير يمكن لم يجيبني عليه إجابة شافية، لماذا تم رفع الأسعار على المصانع في المحل؟ طيب هي بداية بس بعد إذن حضرتك، أنا شايف من التقارير اللي اتعرضت وكلام السير الزملاء إن المشكلة كلها اختصروها في رفع أسعار الشركة القابضة للغزل بتاعها. الموضوع قديم جدا، بقاله سنين بنحارب في موضوع تدهور صناعة الغزل والنسيج في مصر. في عوامل كتير جدا بتأثر على الصناعة دي بقالنا فترة كبيرة وبنتكلم فيها، وجميع الناس وكل الموجودين قدام حضرتك شاركوا معانا وفي اجتماعات في غرفة الصناعات النسجية وفي اتحاد الصناعات وفي وزارة كل الجهات كلها بنقول ان في مشكلة، وليس هي المشكلة بتاعت الشركة القابضة، ده مشكلة الشركة القابضة والأسعار هي مشكلة وليدة لعدة عوامل هشرحها لحضرتك دلوقتي، بس دي البداية لازم أقولها لحضرتك لأن كلهم مشاركين معانا في المشكلة. المشكلة إن احنا الصناعة دي بتتدمر لسبب كبير جدا، إن احنا طول ما المادة الخام بنجيبها من بره هي دي المشكلة. المادة الخام يبقى أنت بتتعرض لتقلبات دولية وأسعار عالمية ومحاصيل وزارة الزراعة أو الحجر الزراعي بالذات خاسر الاستيراد من 7 مناشئ فقط لا غير، من 7 دول وبتضطر تجيب منهم. أول ما المحصول يبتدي يبقى في ضغط عليه الأسعار بترتفع طبيعي، لكن احنا في 58 دولة على مستوى العالم بتزرع القطن. ليه طب نستورد من 6-7 دول اللي احنا بنستورد منهم؟ هي دي المشكلة. وبعدين محصولهم صغير زي اليونان وغيره وغيره، محصولهم صغير بيتكالب عليها عدة دول. بداية بس عايز اشرح على عجالة كده، انا عارف ان وقت حضرتك سمين، هشرح بس. طب مين المسؤول يا دكتور احمد عن الاستيراد من دول محددة؟ دي تعليمات الحجر الزراعي المصري، ما نقدرش نستورد الا من الدول اللي محددها اللي هي اليونان والسودان وامريكا وبوركينا فاسو. طب ليه يا فندم مش فاهمين الفكرة؟ الفكرة يقول خايفين ان يحصل فيه خلط او حشرات او اي حاجات تيجي هنا تضر بالقطن المصري، بالرغم ان في طرق عديدة لحماية القطن ده، ان القطن ده اصلا بيتبخر مرتين اتنين، ده تكاليف زيادة اللي بيشترط ان هو يتبخر في بلد المنشأ ولما يجي هنا كمان يتبخر، بالرغم ان دي تكاليف ولازم يسافر وزن من حجر الزراعة هناك ويعين بنفسه. قصص كبيره جدا دكتور عمرو، مش وقتنا عشان ما اضيعش وقت حضرتك، انما القطن المصري ما كان قدامنا، احنا كنا زمان بنزرع بنجيب انتاج 10 مليون انطار. فهو ده اللي بتاع، هو ده الصناعه التقرير اللي جه ان كنا انتاجنا قد ايه، هو ده كنا احنا، هو ده اللي بنشغله، ما بنجيبش حاجه من بره. لكن انت دلوقتي بتجيب كل حاجتك كلها من بره، خلاص يبقى وصلنا لحاله ما بقت صعبه. القطن المصري الموجود اللي بيناسب الصناعة المحلية اللي بيتكلم عليها الحاج حسن والزملاء اللي هو القطن الإبلي، القطن الإبلي الإنتاج بتاعه لا يتعدى 150 ألف أمتار. يعني كلام خايف، ما يكفيش. قول يا دكتور أحمد، هي الشركة القابضة بتشتري بسعر السوق السوداء من تجار بجنيه مصري؟ بص حضرتك دي مقولة طبعا يراد بها باطل، احنا مش من احنا لا 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 نقدر نتعامل في سوق سوداء، احنا شركات حكومية، شركات حكومية ورانا أجهزة رقابية وجهاز مركزي المحاسبات وغيره، فإحنا بنعمل مناقصات، إحنا ما عنديش دولار، بنعمل مناقصات يعني على مستوى مصر كلها بتقدم فيها ناس، واحد بيقول أنا هجيب ب 850، واحد ب 860، بنجيب أقل الأسعار وفقا لقانون المناقصات. منين يا فندم بتجيبه منين؟ نعم يا فندم. منين بتجيبه منين؟ من الدول دي. بيوردوا لنا من الدول دي. ما بنستوردش. ليه؟ ما هو ده قطن مستورد، ما انا بقول لحضرتك القطن المصري ما بيكفيش. سيادتك بتشتري من تجار داخليين يا فندم؟ نعم يا فندم. بتشتري من تجار داخليين؟ محليين وعالميين. فيش عالميين. محليين وعالميين، في حاله توفر دولار بنجيب من بره مناقصه دوليه، لو في حاله ما فيش دولار بنجيب من مصر هنا. طب هو يمكن الدكتور عايز يتفضل يا فندم. دكتور حضرتك
القطن المصري كان موجود في مخازن الشركه القابضه من فتره طويله وكنتم مستلمينه ب 900 جنيه. ايه السبب في ان انت حضرتك رفعت السعر على المصانع؟ حضرتك الاسعار ارتفعت من شهر 2 لشهر 7 اكتر من مره. شهر 2 زودت الاسعار وكانت الزياده مقبوله، يعني كانت زياده جنيه ونص او 2 جنيه. في شهر 3 برضو كان في 2 جنيه 4. فوجئنا في شهر 6 ان انت حضرتك رفعت السعر بين 7 و8000 جنيه في الطن. النهارده في شهر 7 برضو السعر ارتفع بين 8 و9 و10 جنيه في الطن. احنا عاوزين نعرف ايه المبرر في الزياده العاليه دي في الاسعار، وهل حضرتك وانت بتحط الزياده حاطط في اعتبارك المواطن المصري البسيط هل هيقدر يتحمل هذه الزيادات؟ اتفضل يا فندم. طيب انا اذا سمحت لي يا دكتور عمرو بعد اذنك ومحدش بس يقاطعني عشان اقدر اوصل. لا لا اتفضل قول اجابتك بالكامل اتفضل. وبس انا هبدا من اخر كلمه ان المواطن المصري غلبان. طيب لما المواطن المصري غلبان كان الرز بياخده ب 4 جنيه وانا دلوقتي انا بشتريه في بيتي ب 10 جنيه 75، محدش قال لي مشكله في احتكارات وفي اسعار وفي حاجات مني. شوف السعر بقى تضاعف قد ايه. السكر نفس الشيء، اللحمه اللي بنتكلم عليها اللي فيه في التقرير واحد بيقول ب 100 جنيه، لا ده وصلت في بعض المناطق المميزه ل 180 جنيه. حد اتكلم فيها؟ يعني هو دلوقتي لما الشركه القابضه تيجي تبيع بسعر التكلفه واقل من سعر التكلفه، الاسعار اللي قالوا عليها الزملاء دي اقل من سعر التكلفه، وانا بقول بعترف على الهواء ان هي ما زالت لسه اقل. هو يا فندم القطن زي السكر والرز يا دكتور احمد؟ ايوه يا فندم، القطن سلعه من ضمن السلع. الله امال ما ده سلعه بتحكم فيها السوق، سلعه زي بتحكم فيها السوق. القطن موجود عندك بالسعر القديم يا فندم، دي سلعه اساسيه اكل الناس فيها يا فندم. يا فندم دي حاجه احنا بنتكلم دلوقتي على سوق. انا مش بعدي تموين، انا الغاز ده مش ببيعه تموين ولا ببيعه. سيادتك يا فندم ضربت المثل. ايوه يا فندم انا ما قلتش لحضرتك حاجه، انا بتكلم بسعر السوق. احنا بنشتري بسعر السوق وبنبيع بسعر السوق، عمليه اقتصاديه زي اي مصنع ولا اي شركه ولا اي دكان. مدخلاته ايه ومخرجاته ايه؟ بس انا اذا سمحت لي في عجاله هقول لحضرتك التطورات اللي حصلت، تطورات سريعه في خلال 5 شهور اللي فاتوا دول، تطورات سريعه جدا. معالي الوزير اشار لحاجه سريعه جدا اللي هي القطن زاد من حوالي 64 سنت الى النهارده بنتكلم. معالي الوزير كان 84، لا ده النهارده 86، البورصه النهارده 86، يعني في 20 سنت او 22 سنت زياده، بما يعادل 220 جنيه زياده. السنت تقريبا بيعمل 10 جنيه. هذه 220 جنيه زياده في الامتار، ترجمتها تعمل حوالي 5000 جنيه في التن. واخد بال حضرتك؟ واللي النهارده انا بكلمك في سعر بكره هيبقى فيه سعر ثاني. ده في القطن بس، ما قلناش حاجه، يعني تقريبا 30% زياده في الاسعار. فرق سعر الدولار من يوم 14/3 لما زاد السعر قاد 14%، يبقى دي 46%، دخلنا في 50%. فين بقى حضرتك بقيه الحاجات الثانيه؟ فين تكاليف قطع الغيار اللي احنا بنجيبها؟ والمكن ده بيشتغل كده لوجه الله، ما بيبقاش فيه قطع غيار نعوزها. قطع الغيار اللي بنجيبها بالدولار، ربنا اعلم بنجيبها ازاي وبندبرها ازاي. كل ده ما زادش، الاجور ما زادتش بتاعت الناس العاملين. خلي بال حضرتك التكلفه اللي انا بقول لحضرتك عليها دي تكلفه صناعيه، يعني مش كل العماله متحمله على السعر ده، العماله اللي بتشتغل على المكن بس فقط لا غير. يعني لو دخلت العماله الثانيه بقى، احنا عندنا عمال وبناخد اجور 2.7 مليار، لو قلتهم دول يبقى التن هيدفع ب 50 60 الف جنيه. لكن انا بقول لحضرتك العماله اللي بتشتغل. طب المهندس حسن بلحق ليه تعقيب يا فندم برضه بعد اذنك؟ طب عايز اكمل بس حضرتك وبعدين نعقب زي ما احنا عايزين. بعد اذنك معليك يا شباب، بس اتفضل. الامور كلها ما تفرقتش مني. حضرتك احنا بنتكلم دلوقتي الكهرباء، كل الناس كلها بتتكلم على الكهرباء، وهم اول ناس يعني مش عايز اقول الامرين من الكهرباء، واخد بال حضرتك؟ الغاز، جميع المحروقات كلها. نيجي بعد كده نتكلم على سعر التصدير. هو بيقول لك القطن المصري كان ب 900، لا هو ما كانش ب 900، احنا شاريينه بورق رسمي ب 1250 جنيه من فلاح بتكليف من الحكومه. الحكومه انا اشتري من الفلاح لان التجار بتاعي هتشتري. حضرتك لسه ما اشتريتش المحصول الجديد. وبعدين بعد اذن حضرتك، القطن ده مش بيتحمل بمصاريف واخدين تمويل من البنوك ب 17% غير عمولة اعلى رصيد ومش عارف ايه، بياكل وبيشرب من شهر 9 اللي فات لغايه النهارده، دخلنا في سنه كامله، اللي الشهر بيتكلف 20 جنيه في الامتار. دي مش داخله في الحسبان. نمره يعني النقطه اللي بعدها، احنا دلوقتي سعر التصدير، خلينا في سعر القطن المصري، انا قدامي بديل بدل ما اشغل القطن ده اصدره بره. سعر التصدير كان في شهر 9 اللي فات كمقياس كانت 100 سنت لصنف جيزه 86، النهارده بنتكلم في 123 سنت.
سعر التصدير نفسه غال، يبقى عندي بديل اصدر، اخلي شركات تصدر القطن ده ولا اشغله محليا؟ لو شغلته اشغله بتكلفته. مفيش حاجه اسمها انا مش بدعم حاجه، انا مش جهه تموينيه، واخد بال حضرتك؟ فانا لازم اعمل كده. النقطه بقى اللي نفسي الزملاء هم طبعا واثقين منها وما حدش قالها، لو انا قفلت هم مش هلاقوا غزل الا بغزل المستورد. الغزل المستورد دلوقتي يقدر يجيبه كام؟ قول لي كده واحد يعني من الزملاء يقول لي تكلفته هتعمل كده. 52,000 جنيه اللي بنتكلم عليه ده، اللي احنا بنقول عليه 30 ومش ب 30، لو قومه بالدولار بسعر السوق السوداء شوف هيعمل ايه، لان ما حدش معاه دولار بسعر. المهندس محمود الفوتي ليه تعقيب يا فندم؟ اتفضل. يا دكتور حضرتك دلوقتي بتقارني بالغزل المستورد. يعني أيوة. يعني يعني حضرتك دلوقتي بتحطني قدام مقصله، يعني انا باخد الغزل المستورد حضرتك دلوقتي لو بعت. يا دكتور يا دكتور لو سمحت احنا بنسمعك من ساعتها ما بنعقبش، لكن حضرتك دلوقتي لما تيجي تقارن ما بين الغزل المستورد الهندي مثلا 24/2 اللي ثمنه 3 دولار، حضرتك النهارده لو انت بعت زيه ب 3 دولار. لا هو 3 دولار النهارده؟ 3 دولار النهارده. 3 دولار و60 24 على 1 ب 2 دولار 65، 24 على 2 ب 3 دولار يا دكتور. 3 دولار 60 يا فندم. لا 3 دولار يا دكتور، لو حضرتك عايز فواتير رسميه الصبح تكون عند حضرتك. ال 24 على 1 ب 2 دولار 65، ال 24 على 2 ب 3 دولار. حضرتك النهارده لو بعت ب 3 دولار النهارده 3 دولار هتدرب الدولار بتاع حضرتك لما هتصدر زي ما انت بتقول كده، هتدربه ب 13 جنيه ولا هتدربه ب 8 جنيه 88 قرش؟ وانت النهارده هتدعم اللي بيشتري منك من بره ولا هتديني انا على الدولار ب 13 جنيه؟ يا دكتور يا دكتور يا دكتور حضرتك الشعر المصري الممتاز احنا مش محتاجين، واحنا لازم نسمع بعض يا دكتور. طب يعني هتسمعني يا دكتور احمد بعد اذنك باشا خليه يكلم يكمل كلامه وسيادتك حاجه حق التعقيب. اسمعك بقى انك كتير ما بتردش، حضرتك لازم تسمعنا كمان. تماما لازم اوضح. طب دكتور احمد هخليك توضح حاله، بس خليه خلص كلامه وخد التوضيح بعد كده. حضرتك القطن المصري الجيزه 86 ربنا يبارك لك فيه، وال90 تبيعه للزبون اللي عايزه وتكسب فيه، والشركة القابضة تكسب على دماغنا واحنا نبقى مبسوطين وفرحانين. لكن حضرتك كشركة منتجة طول عمرنا احنا عملنا استثماراتها على ان الشركة القابضة بتطلع الغزل واحنا بناخده ونشتغل، شركة هي اللي بتنتج الغزل وهي المحتكرة صناعة الغزل. النهاردة حضرتك طول عمر الشركة القابضة بتصدر الاقطان اللي هي الجيدة وطويلة التيلة، وجيب لنا اقطان قصيرة التيلة ومتوسطة التيلة علشان الكيلو من دي يجيب لنا كيلو ونص، يجيب لنا كيلو وربع، احنا نشتغل ونعرف نبيع ونعرف ندور مصانعنا الصناعات الصغيرة والمتوسطة. حضرتك النهاردة ما عدتش بتجيب شعر من بره، حضرتك النهاردة ما عندكش دولار تجيب، حضرتك النهاردة بتصدر وتتنازل بالدولار او البنك بياخد منك الدولار على تعليمات الحكومة بالسعر الرسمي وما يدكش الدولار تدبر بيه تجيب شعر. طيب يعني هو مطلوب مننا احنا دلوقتي ان كل الدكتور اشرف دلوقتي جاي كرئيس قطاع اعمال عشان ينجح الشركه القابضه وقطاع الاعمال العام على جثه المصانع كلها، ولا بخطه تتعمل وتندرس وتطلع بالشركه القابضه وتطلع بالصناعه الصغيره والمتوسطه كلها؟ حضرتك دلوقتي احنا سياسه الدوله اللي شغاله كلنا بنقرب من حوض النيل وبنقرب من الدول الافريقيه وبنساعدهم، يعني انا بتكلم يا دكتور كحلول يعني يعني كحلول عمليه. اخو بقى منه تعقيب بقى. اتفضل يا دكتور اتفضل. انا هرد راسي بعد اذنك. اتفضل انا هرد بس. اتفضل. بص حضرتك اولا احنا بنشتغل شغل اقتصادي، انا بس عايز اشير لحاجه صغيره ودكتور عمرو لازم يكون معايا في الحته دي. اتفضل. كان في مجلس النواب في شهر 6 طلب استدعاء جميع رؤساء الشركات ورئيس الشركه القابضه عشان يناقش تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بتاع 30/6/14. رحنا كلنا هناك على مدى اسبوع كامل. انا عايز اشرح لحضرتك ملخص للي اتعمل، ان احنا كاننا يعني هدار مال عام بمعنى اصح. ليه؟ لان جميع الشركات كلها ملحوظه الجهاز المركزي بيقول لك بيبيع الشركات بيبيع باقل من التكلفه. عملوا لنا حساب الملكين واخدوا توصيه في مجلس النواب لجنه الصناعه برئاسه السيد الفاضل المهندس محمد السويدي، ولو حد انا بقول حاجه غلط في كل اللي قلته واللي بقوله دلوقتي يخش يعقب عليا. انا بقول لحضرتك خدوا توصيه بعدم السماح للشركات بالبيع باقل من التكلفه، ولا يجرؤ ان حد يامر الشركات يقول لك بيبيع اقل من التكلفه. يعني حضرتك بتبيع المنتج النهائي التكلفه بتاعه
حضرتك بتبيع المنتج النهائي ب 30% من تكلفته، اشمعنى الغاز اللي بتحط له التكلفه والنهارده الغاز اللي طلع له التكلفه الصناعيه؟ ما حضرتك بتبيع المنتج النهائي في القماش والوبريات والمفروشات، احنا ما بنعرفش نبيع جنبه في التصدير او المحلي، اشمعنى الغزل بالذات اللي التكلفه الصناعيه بتاعه اتعرفت ومجلس النواب بيحاسبك عليه؟ طب ليه حضرتك ما بتطلعش تكلفتك في المنتج النهائي زي ما بتطلعه في الغزل؟ ولا احنا اللي هنشيل الشيله كلها بتاع التركه اللي بقى لها 50 سنه؟ انا عايز اتكلم يا حاج محمود. انا عايز اتكلم يا حاج محمود، انت راجل من كبار المصدرين في الفوطه، وانت والناس كلها عارفه حاجه زي كده، بس الجمهور الشعب والمشاهدين ما يعرفش. انتوا اكبر تجار مصدرين. احنا مش تجار، احنا مصنعين. مع الوزير سمعتها من شويه ان احنا هنشتغل مع الصغيرين اللي بتاع مكنه ومكنتين ونص تن وتن. واحنا مش عايزين للصغيرين اللي محتاج الغزل، لان عمليه التجاره يعني احنا نقفل يا دكتور، يعني احنا نروح النهارده نروح العمال ونقفل علشان بيعنا 4 5 مليون دولار ادخلهم للدوله، يبقى انا ماليش لازمه واروح اقفل؟ بس التاجر الصغير المصنع الصغير له اولويه عن التاجر. انت بتقفل الصغير، ما حضرتك بتقفل الصغير النهارده بتزود له غزل 100%، وعايزني انا ككبير كمان انا كمان اروح نشتغل. يا حاج محمود انت بتقول لي مش عارفين نشتغل، بقى القطاع العام دلوقتي بقى هو بينافس القطاع الخاص. لا احنا عايزين القطاع العام يعلى يا دكتور، عايزين القطاع العام يعلى، وعايزين كلنا نساعد بعض. احنا طلعنا من القطاع العام، احنا ما طلعناش من تحت الارض. رائد السوق يا حاج محمود، خليك بس يعني شويه برضو، احنا الاثنين في مركب واحده. ما ينفعش 100% يا دكتور، 90% مش هينفع. ما فيش حاجه في الدنيا زادت 100% و90%، مفيش كده. انا عايز اوضح حاجه بقى بعد اذنك يا دكتور عمرو، بعد اذنك عشان الارقام اللي قالها الحاج حسن دي ارقام مبالغ فيها. لا دي ارقام حقيقيه بفواتير يا دكتور، ده بفواتير ارقام حقيقيه وبفواتير الشيخ القبضه وشركات. بعد اذنك بس عشان اوضح، بعد اذنك حاج محمود عشان اوضح. اتفضل يا دكتور. اللي اتقالت ديت عشان اوضح للشعب، الشعب اللي بيشوفنا. بعد اذن حضرتك، الاسعار دي داخل فيها 10% ضريبه مبيعات، دي مش بتاعتي. الاسعار دي شامله يا دكتور، الجديد والقديم شامل يا دكتور ضريبه المبيعات 1.5%. لا يا دكتور شامل الرطوبه، الاسعار اللي احنا كاتبينها شامله يا دكتور، القديمه شامله والجديده شامله عشان الناس ما تهكش. يا دكتور الاسعار القديمه شامله والجديده شامله، ما يعرفوش حاجه من خلال الفواتير يا دكتور. والله احنا مش صغيرين ومش كدابين. حضرتك الاسعار القديمه شامله والجديده شامله من خلال فواتير حضرتك. اجيبها لك معايا. انتوا اللي امرتوا الناس تقفل المكن وتقلع المكن، انتوا اللي قلتوا كده وقلت لهم ما تشتروش من القطاع العام عشان نضغط عليهم. احنا مش بتوع، هو في حد يقدر يشتري؟ في حد يقدر يشتري كيلو فوطه بيبيعه ب 50 جنيه هيشتري الغزل بتاعه ب 50 جنيه؟ طب هيشتري ليه؟ قلنا لمين ما تشتريش؟ كل حاجه بقيمتها لازم نتكلم معاه في نقطتين يا دكتور. اتكلم احنا في تكاليف وبجهاز مركزي محاسبات راجع عليها واجهزه رقميه بتتحسن، ما ينفعش. المهندس حسن بلح ليه سؤال برضه يا دكتور احمد. اتفضل دكتور. الاسعار اللي انا قلت لها دي يا فندم دي أيوة اسعار شاريين بيها ومعانا الفواتير اللي بتقول هذه الاسعار. مين اللي اوضح لك بقى الحته دي؟ اوضح لك الحته دي بعد اذنك. ده السعر شامل يا دكتور اللي هي بتقول لي 17 و23 وكلام من ده. اولا دي كان مخزون قديم في شركات الغزل بالتكلفه القديمه بالقطن القديم. انا مالي بقى مخزون قديم ولا جديد؟ ده في شهر 3 يا فندم، ده السعر ده في شهر 3 بتاع التكلفه، ما غيروش السعر عليك وودوك بسعر اعلى. للاسف الشديد احنا ناس مش فاهمين في السوق، او رؤساء الشركات مش فاهمين في السوق. كان المفروض الغزل ده اللي كان 23 لما الدنيا مشيت شويه كان عمر النجاح ما يجي من ضعف الاسعار يا دكتور ابدا. اقول لك التكلفه المقيده في الدفاتر، احنا ناس بقول لك وضوح، احنا في اجهزه معانا، في اجهزه بتراجع كل ورقه. الحاجه دي تكلفتها 100 يبقى هي ال 100، ما تقدرش تحرك فيها حاجه. فانا المهندس احمد ابو عمه ليه تعقيب برضه؟ اتفضل يا فندم. انا قلت اللي عندي وانا بقول بناشد الناس عايزينه. لا بس المهندس احمد ابو عمه ليه كلمه يا فندم. لحظه يا دكتور احمد. حاج احمد يا فندم، المفروض يا سياده المفروض ان يبقى في صناعه الغزل والنسيج يراعى البعد الاجتماعي. ده اكبر قطاع بيشغل عماله. العماله النهارده دي لو المصانع قفلت العماله دي هتروح فين؟ ما هي هتتشرد في الشوارع، هتعمل لكم مشاكل اكتر من المشاكل اللي موجوده دلوقتي. احنا بدورنا كرئيس مجلس اداره الرابطه، احنا النهارده بندور على حقوق العمال وحقوق اصحاب العمل. احنا النهارده لازم يبقى في تواصل،
احنا كده بنقفل سيادتك كده بتقفل الباب نهائي قدامهم. طب المصانع دي هتعمل ايه؟ هتقفل؟ لا لا. الاسعار اللي موجوده النهارده في السوق المحلي، الاسعار دي النهارده الناس اتجهت دلوقتي للبضاعه اللي بتيجي من بره لانها بضاعه رديئه وسعرها اقل، سعرها اقل عشان دي امكانياتهم ان هم ياخدوها. من هنا كل كونتينر بيخش بيقفل مصنع عندنا في المحله. تمام تمام. يعني احنا دلوقتي هنشرد العمال، قولوا لنا انا عايز حلول، قولوا لنا هل عايزين صناعه ولا مش عايزين صناعه؟ لو مش عايزين صناعه قولوا. طيب نقفل مصانعنا. الحل يا دكتور احمد ايه بقى؟ الحل المقترح عند سيادتك ايه يا دكتور احمد؟ تعالى بس بعد اذن حضرتك يا دكتور عمرو على الحاج احمد. اتفضل. الحاج احمد احنا كلنا في مركب واحد زي ما قلت لك، وانت عندك عمال واحنا عندنا عمال. واحنا مش في تضامن اجتماعي عشان ندعم الحاجه ونطلعها. انا بقول لحضرتك حسب الملكين. امال انتوا ايه بس؟ حسب الملكين. ليه بيعتمد على التكلفه؟ ممكن يحال فيها لنيابه الاموال العامه باهدار مال عام. انا بقول لحضرتك الكلام ده وفي جواب رسمي بكده. سياده الدكتور، سياده الدكتور، انت بتقول انت عندكم عمال واحنا عمال، انت عمالكم عمالكم بتدوهم الفلوس، عمالكم الشركه خسرانه وبتدوها الفلوس بتاعتهم، الشركه خسرانه وبتدوها ارباح، انما احنا لما نخسر احنا النهارده بندفع الاجور من دم الحي، ولو النهارده لو قفلنا كلنا هنخش السجن. لا انا بس يا دكتور احمد، لا عايز اوضح حاجه بس بعد اذنك يا دكتور احمد. من فضلك يا دكتور احمد اسمعني بعد سماحك. اتفضل. طبعا في اجتماع بكره، انا جاي لحضرتك بكره الساعه 10 برضو على حسب الاتفاق المسبق بينا من يوم الاحد اللي فات. تشرف. ربنا يبارك فيك. فضل. ربنا يبارك فيك يا دكتور. اولا انا قلت لك قبل كده يا دكتور ان انتوا القاطره بتاعتي، احنا عايزينكم تكسبوا، لانك انت ما بتكسب وبتشتغل ما انا بشتغل وراك. انا مش ضدك، انا معاك وفي مركب واحد زي ما معاليك بتقول، ولك كل الحب والاحترام كاخ اكبر لينا جميعا كل النساجين عموما. انا كان ليا بس تعقيب صغير بالنسبه ان مش باصين للبعد الاجتماعي اللي بيتكلم عليه الحاج احمد. النقطه الثانيه انا شايف ان القائمه التسعيريه اللي حضرتك عاملها في حساب التكاليف انا شايف ان فيها من المبالغه شويه، ممكن زي ما اتعرض في الاجتماع مع اشرف بيه مع الدكتور اشرف وزير قطاع الاعمال وحضرتك واحنا قاعدين في الاجتماع اقتراح ال 15% خاصة ان معاليك قبل كده ما نفذتش ال 9% عن طريق محافظة الغربية احمد بضيف 9% عمل الاجتماع الغزل السوداني على الغزل السوداني. ما هو معاليك اولا معاليك جالك محمود الشامي وحسن بلحه وقعدوا معاك وكان محمود الفوطي برضه واتفقتوا لغايه 15/8 مش هتزيد السعر. للاسف الشديد حضرتك ما نفذتش اي حاجه اي طلبيه عموما. لو في مستجد جديد غصب عننا جميعا نعمل ايه؟ حصل اتفاق حصل اتفاق. وبعدين معاليك بتقول دلوقتي انت اديت اوامر لل 32 شركه اللي تبع معاليك في انهم يبيعوا بنص طن للمصنع الصغير. فين الجمعيه؟ النص طن ده شغل الجمعيه. النقطه الثانيه مفيش راجل صاحب مصنع هيبعت اسكندريه عند معاليك في شركه اسكندريه علشان يجيب نص طن ويدفع 800 جنيه للعربيه. نبحث يا حاج ابراهيم لما تيجي بكره ان شاء الله نبحث الكلام ده نشوف اللي نقدر نعملها في حته. عموما انا اتمنى دكتور احمد ان الاجتماعات بتاعت بكره دي ان شاء الله يا ريت يكون فيها عين يعني تتمخض عن نتائج تعيد الصناعه مره اخرى وتعيد الغزل والنسيج في المحله الكبرى ريادتها كما كانت من قبل. اتمنى ان الاجتماع بكره يحل الازمه دكتور احمد ان شاء الله. يا دكتور يا رب يا رب. مصانع قطاع الاعمال 52,000 احنا عندنا في المحله بس من 350,000 ل 400,000 عامل. سيادتك بتدعم ال 52,000 العمال بتوع قطاع الاعمال. هو احنا اكتر من 400,000 عامل في مدينه المحله فقط. ده غير صبرا الخيمه غير بقيه المناطق. حاجه عشان موضوع الدعم حاجه اخيره دكتور عمرو اذا سمحت لي في نص دقيقه. أفضل. الدعم اللي بيتكلم عليه الحاج احمد ابو عمو، الناس دي العمال بتوعنا عصروا الحروب مش عايز اقول لحضرتك من اول 67 و73 وفيما بعد ذلك وحروب الاستنزاف، والناس كانت بتبيع بحاجات اقل من ثمنها وانتم عارفين كده كويس، وكان بيكبر ان هو يبيع بالاسواق الاقمشه الشعبيه وغيره وغيره وغيره. الناس دي كلها كفحت لغايه ما البلد دي وقفت على رجليها، فما جيش دلوقتي نتخلى عنها. يعني هو عاجبه منظر المصانع اللي قافله. طيب دلوقتي احنا عايزين بس نوصل لحل بكره دكتور احمد فيما يخص المصانع المغلقه، فيما يخص الخوف من تشريد اكثر من 450,000 عامل نتيجه هذه الازمه. ارجو ان يكون في حلول
تبلغوها لنا هتوصلوا لايه مع الساده المسؤولين هناك. يا عمرو بيه احنا مانعين العمال من غلق المصانع بالقوه. يعني الاجتماع الاخير ده احنا بذلنا مجهود، انا مش عايز اقول لسيادتك ايه، واتبهدلنا في الرابطه، اتبهدلنا عشان نخلي الناس تاخد المهله دي اسبوع. احنا هنروح نقول لهم ايه؟ هنقول لهم ايه؟ دلوقتي مدين اسبوع مهله؟ مدين اسبوع مهله. ينتهي امتى؟ ينتهي الثلاث الجاي. يوم الثلاث الجاي. والا جميع المصانع ماضيه ورا عنها. ماضيه ورا عني ان هي اغلاق. ووقف جميع مستحقات الدوله. طب ده كلام خطير يا دكتور احمد، لازم يكون في حل سريع بقى. ده مش مهمتي انا ولا مسؤوليتي. امال مهمه مين؟ كده. اي حاجه اشترطوها على الدوله دي يبقى عايزه قرار سيادي. يعني دلوقتي عشان نعرف بس يعني نخاطب مين عشان حل هذه الازمه يا دكتور احمد؟ انا اساعد باي حاجه ممكنه في قابله، بس الا التكلفه. الا التكلفه دي يبقى ما فيش، يبقى ما لهاش لازمه. الاجتماع بكره زي قلته انا بناشد السيد رئيس الجمهوريه بايجاد حل عادل بيننا وبين الشركه القابضه، لان انا هروح اجتماع بكره وبحترم المواعيد جدا. لا مش هروح، ما هو لا لازم اروح. لا انا هروح الاجتماع، هروح الاجتماع لكن بناشد السيد رئيس الجمهوريه بايجاد حل عادل والمهندس شريف اسماعيل. انا ما عنديش كلام تاني، لكن ميعاد بكره انا جاي لك بكره ان شاء الله رب العالمين. اتفضلوا وعايزين تتفرجوا على التكلفه وتشوفوا الورق وتشوفوا الحاجات تحت امركم. شكرا دكتور احمد مصطفى رئيس شركه القبضه للغزل والنسيج. واضح ان الحل مش في ايد الدكتور احمد ولا في ايد وزير قطاع الاعمال. منتظرين رد حاسم وسريع من المهندس شريف اسماعيل رئيس الحكومه. هل الحكومه جاده انها تدعم صناعه الغزل والنسيج؟ هل الحكومه مش عايزه صناعه غزل ونسيج؟ فالعمال 450,000 عامل خلال اسبوع هيكونوا في المحله بس، غير شبرا الخيمه. غير شبرا الخيمه. هل الحكومه مش عايزه المصانع دي تشتغل فهتقفل كمان اسبوع؟ اراده الحكومه ايه؟ اذا كانت الحكومه لديها اراده حقيقيه في انها تدعم هذه الصناعه وتستمر الصناعه، يجب ان نرى قرارات حاسمه من السيد رئيس مجلس الوزراء، وانا لمنتظرون. لو سمحت يا عمرو، انا بطلب تعيين وزير خاص بصناعه الغزل والنسيج، لان المشكله شائكه ما بين اربع خمس وزراء، كل وزير بيعظم وزارته على حساب وزاره تانية، واحنا تايهين في النص. فاصل ونعود. الحقيقه مشكله كبيره خاصه بالغزل والنسيج. زي ما قلت قبل كده 450,000 عامل مهددين بالتشرد نتيجه عدم تشغيل المصانع، نتيجه المشاكل خاصه برفع الاسعار بتاعت الغزول. السيد الوزير المحترم كان معانا في بدايه الحلقه، قال لك رئيس الشركه القابضه هو اللي ممكن يحل المشكله. رئيس الشركه القابضه قال لك انا ما اقدرش احل المشكله، مش عارفين مين ممكن يحل المشكله. كان واضح ان في كارثه بتحصل في المحله والمسؤوليات عماله تنتقل من واحد الى اخر. منتظرين حل حاسم من المسؤول عن الحكومه المهندس شريف اسماعيل. اتمنى ان الحكومه تتحرك، لكن مش بعد خراب مالطه، مش بعد المصانع كلها ما كانت قفلت و450 الف عامل يتم تشريدهم. احنا النهارده بندق ناقوس الخطر ونقول الا قد بلغنا، اللهم فشت بحضور جميع المسؤولين عن هذه الصناعه في المحله. وخلوني اخذ حلول سريعه، مقترحات سريعه في نهايه الختام اللقاء. اتفضل يا فندم. اتفضل. هو اولا لازم الشركه القابضه، او بمعنى اصح المناشده لرئيس الجمهوريه، انه يشوف لنا حل مع الشركه القابضه، لان هي المورد الاساسي واحنا الزبائن الاساسيين ليها. انا بناشد تاني سياده رئيس الجمهوريه ومع رئيس الوزراء في ايجاد حل عادل بيننا وبينهم علشان مصانعنا. انا عندي اكتر من 1200 مصنع، 450,000 عامل غير شبرا الخيمه اللي مكلمني، من عائلات مصانعها اللي باديه بقالها اكتر من 100 سنه زي عائله عماره المهندس اشرف والمهندس محمد، مكلمني علشان نعرض على المسؤولين المشاكل اللي بيمروا بيها. نفس المشاكل بتاعنا. مهندس حسن اتفضل مقترحاتك. في الحقيقه في الازمه دي جمعيه نسيج المحله لعبت دور قوي عشان المصانع ما تقفلش. احنا كان عندنا مخزون في الجمعيه حوالي 214 طن، النهارده احنا من بعد العيد بنبيعهم، من ساعه ما الشركه القابضه زودت الاسعار، احنا ال 214 طن بنوزعهم على اصحاب المصانع بالسعر القديم عشان تفاديا ان المصانع تقفل. المصانع لسه طالعه من اجازه. الحلول ايه؟ اقتراحك ايه بحل ايه؟ الحلول حاليا واحنا بنمر بمرحله انتقاليه وفي ظروف البلد، يثبت السعر لاسعار 9.6، الاسعار اللي هو نزلها في رمضان في 9.6 رئيس شركه القبضه يستمر عليها للوقت الحالي لغايه ما يطلع المحصول. ده يحل المشكله؟ ده يحل المشكله. اتفضل مهندس محمود. الحقيقه يا دكتور انا عندي حلين في عجاله سريعه جدا. حل سريع جدا دلوقتي، هو انا بناشد السيد رئيس الوزراء ان الشركه القبضه بتصدر زيها زينا.
عندها عملة صعبة، البنك بياخدها منها بالسعر الرسمي، يدلهم حق في ان هم يدبر لهم من الفلوس دي اللي هم بيصدروا بيها. ليه يصدرها منهم وليه ما يسمح لهمش ان هم يستوردوا شعر بالسعر الرسمي يشغلنا بسرعة وينزل ده الموضوع ده ينزل اسعار كتير يعني يشغلنا كلنا باعتراف الدكتور احمد. تاني حاجة النهاردة الدولة عندها سياسة النعمة اللي بيقولوا عليها مع الدول الافريقية وحوض النيل. احنا النهاردة ليه بنعمل منح دراسية وبنعمل منح فنية للدول دي، ليه ما بنستوردش منهم شعر قصير التيلة ووزارة المالية تخصص جزء من المساعدات دي يستورد لنا شعر يمشينا يعني. منصح احمد فضل. بالنسبة للمشكلة بتاع السوق المحلي، السوق المحلي النهاردة لما الاسعار دي ارتفعت طبعا ما بيباعش، لان وجود البديل اللي بيجي من بره سواء مهرب او بفواتير مضروبه او بفواتير ملعوب فيها، فالبضاعه تيجي رخيصه، فالزبون النهارده بياخد البضاعه المستورده وبيسيب البضاعه بتاع الانتاج المصري. تمام. هل يقدروا، بس دي اتفاقيه الجات هتمنحهم، ان هو يدينا فتره ولو سنه عدم استيراد الأقمشة والملابس والمفروشات لحد ما المصانع دي تقدر تشم نفسها وتقف على رجليها، لأن النهاردة المنافسة شديدة جدا. فدي جزء من الحلول. نتمنى أن يكون اللقاء القادم يكون مع السيد رئيس الوزراء مع حضراتكم ومع صناع الغزل والنسيج على حل هذه الأزمة، لأنها أزمة كبيرة جدا في ضوء الكلام اللي اتقال ان في مهله اسبوع واحد، في مهله اسبوع واحد، مش عارفين هنعمل ايه. احنا مش عارفين هنعمل ايه، وليس قرارنا كمجلس. احنا عشان ناخد تاجيل الشهر ده سيادتك اتبهدلنا اتبهدلنا، ويقول انتوا بعتونا هنعمل ايه. الكوره اليوم في ملعب الحكومه في انتظار قرار حاسم من السيد المهندس، والرابطه بتخلي مسؤوليتها كامله من اي حاجه تحصل. بشكر حضراتكم جدا. شكرا. الحقيقه يمكن في نهايه اللقاء عايزين نهني اللاعبه المصريه ساره سمير لاعبه رفع الاثقال اللي قدرت انها تحصل على ميداليه برونز في الاولمبياد في رفع الاثقال. ده شيء يعني الحمد لله يسعدنا جدا ان لاعبه مصريه تحصل على ميداليه برونزيه. الحاجه الثانيه عايزين نقولها ان ايضا ذكرى الفنان الراحل الكبير نور الشريف بتحل غدا. نور الشريف قام وقيمة فنية كبيرة جدا أثرى السينما والمسرح والتلفزيون بأعمال تلفزيونية وسينمائية ومسرحية خالدة. نور الشريف فنان كبير قدم الأعمال الهادفة الراقية المتميزة، يكفي أن نتذكر له مسلسله العظيم عمر بن عبد العزيز كي نتذكر الأعمال المحترمة لهذا الفنان الكبير. رحم الله الفنان نور الشريف. أشكركم جدا، صباح ألف خير.